من المقرر أن يعقد دولة رئيس الوزراء نور المالكي مساء اليوم الجمعة اجتماعا مع الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض، يتم فيه وضع اللمسات الأخيرة للمباحثات حول العلاقات الثنائية وأفاق التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين وشعوب المنطقة. كما سيعقد المالكي وأوباما مؤتمرا صحفيا مشتركا لاطلاع الصحافة على ما تحقق خلال اللقاءات وما وصلت إليه العلاقات بين البلدين. وستعقد اللجنة العليا المشتركة اجتماعا برئاسة المالكي ونائب الرئيس جو بايدن لبحث سبل النهوض بعلاقات البلدين بما يتوافق واتفاقية الإطار الاستراتيجي. انتقدت المرجعية الدينية العليا مطالب بعض الكتل النيابية بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب وصفة إياها بالمطلب غير المنطقي، ويحمل الدولة أموالا مالية طائلة ويخالف طموحات الشعب العراقي. وذكر ممثل المرجعية الدينية في محافظة كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني المطهر اليوم إن مطلب زيادة عدد مقاعد البرلمان بحسب ما يراه الشعب العراقي ولا ينسجم مع مطالبه وآماله وطموحاته. قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية سامي العسكري إن التقارب الدبلوماسي الأخير بين العراق وتركيا سيسهم في إضعاف دور السعودية وقطر في العراق. وأضاف العسكري في تصريح صحفي إن هذا التقارب يسعى إلى تحقيق مصالح العراق والحيلولة دون قيام حلف تركي سعودي ضده، مضيفا أن العراق لابد أن ينفتح على كل الدول في المنطقة التي تدعم حربه ضد المجاميع الإرهابية وتؤمن بالنظام السياسي. تمكن فريق المفتشين الأمميين من الوصول إلى معامل الدفاع آخر وأكبر مخازن الأسلحة الكيميائية التي فشلوا في الوصول إليها بسبب سيطرة الجماعات المسلحة الإرهابية على مدينة السفيرة إلى الجنوب الشرقي من حلب. هذا وكان الجيش السوري قد فرض سيطرته الكاملة على مدينة السفيرة، وتم تدمير جميع أوكار متزعمي الإرهابيين ومتارسهم والخنادق التي كانوا يتحصنون بداخلها. وبحسب مصادر في الجيش السوري فإن وحدات الجيش عثرت في المدينة على معمل لتصنيع العبوات الناسفة وبداخله كميات كبيرة من المتفجرات وتمكنت من تفكيكها. أخيرا فرقت قوات الأمن المصرية متظاهري جماعة الإخوان المسلمين في منطقة سيدي بشر بالأسكندرية، وألقت قوات الأمن القبض على 22 مواطنة خلال تنظيمهن فعالية احتجاجية في منطقة ستانلي بالمحافظة نفسها. وفي محافظة الشرقية وقعت اشتباكات بين الأهالي وأنصار الإخوان خلال مسيرة لهم، وفي القاهرة وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والأهالي في شارع جسر السويس. وتشهد مناطق مختلفة من القاهرة والمحافظات الجمعة مسيرات لأنصار جماعة الإخوان المسلمين وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع أعمال عنف.